في الفرن بنات بحط او في اي صينيه يعني عموما بحط السمك وبتبله. تتبيلة السمك بنات بحطها الحين بتبلها يعني فوقه بعدين بدهن هنا زيت زيتون، بشر الليمون وعصير ليمون مع الجزء الباقي من عصير ليمون بنخليه حق الطحينة. ثوم نجي الآن الفلفل الأسود الملح هنا عندي راح اتبل السمك من ورا ومن قدام، خليه في التتبيله فتره بس مش طويله يعني 10 دقائق ربع ساعه. السمك والروبيان ما يتبل فتره طويله، اللي يتبلونه باليوم واليومين ترى ما يتبل فتره طويله لان الحمض يسويه. بسوي جنبه رز بشعيريه، وعلى الرز راح احط من بهارات التوليفه، مجموعة التوليفه بهارات تسكيرة القدر والحشو، لما اجي نحطها بوريكم شلون. الان راح نجهز الصوص لان الفرن توني شغلته فيحتاج له وقت، وعلى ما تتبل السمك بجهز صوص الطحينه واخليه على جنب. صوص الطحينه مره سهل، مقدار من الطحينه، وعندي هنا كريمه طبخ اختياري اضافتها طبعا، وعندي هنا تقريبا 3 فصوص ثوم. عصير ليمونة بضيفها بعدين بنات، بحط فلفل أسود بضيف ملح من مجموعة التوليفة. راح أضيف البهارات، البيضة تعطي نكهة حلوة للصوصات، البيضة للجريش للهريس للرز الأبيض تعطي نكهة مرة حلوة، فراح أضيف من مجموعتنا البهارات البيضة، وراح أضيف الموية وأشوف طبعا الصوص لازم يكون رخو ما هو ثقيل، ونخلط المكونات هذه كلها مع بعض. نفس هذا الصوص راح أضيف شوي شبت، مو كثير لأن شبت الباقي بحطه هناك، وشوية بقدونس يا كزبرة اللي ودكم، زي ما قلت لكم يكون رخو ما هو ثقيل، انتبهوا مو زي صوص الطحينة اللي نسوي الكوتة، لا يكون رخو. الآن بعد مرور 10 دقائق الصوص جاهز وهذا جاهز، باقينا بس خلطة البصل والفليفلة الحين بنجهزها. راح أدخل هذا إلى الفرن وهو مكشوف يتحمر، طبعا ممكن تقطعونه وتقلونه بس أنا بدخله الفرن ينشوي تقريبا 20 دقيقة. هنا بحط البصل، نحتاج البصل يذبل فقط، ما نبيه يعني ياخذ له لون غامق، لا بس نبيه يذبل. هذه التشويحة الجميلة راح أضيف الفليفلة، وهم تشويحة بسيطة وبطفي عنه. عرفت هذا راح ينحطه على سطح السمك قبل ما نحط عليه الصوص، يعطي نكهة مرة خرافية. بنات طلعت الحفر، استخدمي بهار تسكيرة القدر، هذا بهارنا مميز، عرفتوا مميز رهيب رهيب رهيب. حطي كذا زي ما انا قاعدة اسوي قبل ما يستوي الرز وتسكرين عليه، احنا سميناه تسكيرة، قبل ما نسكر على الرز ونخليه يتسكر تحطينه زي كذا وخلاص تهدين الحرارة وتسكرين عليه، وتعالي ذوقي ألذ رز تاكلينه في حياتك، شيء واجه مش طبيعي. هذا خذوه وانتم رمضين وكثروا وكثروا وانتم ماخذين. شو زي كذا حطيناه، الآن راح أسكر وخليه يتسكر 20 دقيقة. الريحة 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 يا جماعة تشهي، ودي أقطع لي قطعة كذا وآكلها. الآن شفتوا خلطة البصل والفلفل اللي سويتها، بحطها هنا فوق، عرفتوا؟ أخلي تقريبا 20 دقيقة بالفرن. أحط شبت بنات، الشبت مرة حلو، وضفته اختيارية يعني مش ضروري، بس أنا أبي نكهاتي كذا تكون اليوم. وأخيرا وليس آخرا الصوص الطحينة، ودخليه الفرن بس دخلها تسبيكة كذا حلوة.
بنات رح نرجع ندخله الفرن بس شوي ياخذ له كذا نكهة الطحينة وكل هذه النكهات، وإذا طلعناه ترشينه بصنابر وبقدونس وإذا حبت زي من برمان وبصل كرمل براحتك، بس أنا بكتفي بالبقدونس والصنابر. الآن إلى الفرن يا صغيرتي. تعالوا شوفوا الرز، ما شاء الله تبارك الله. هذه الطبقة اللي فيها تسكيرة القدر، هذه بشيلها على جنب وببدأ أغرف. الريحة خرافية، شيء جبار مجنون. يا سلام يا حصوصة، وين يلاقون زيك؟ هذا رز بشعيرية، شفتوا كل حبة حبتها الحبة وإختها، شايفين؟ المهم 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 انا الصنوبر دائما اقول لكم هالسالفه، الصنوبر احمصه شايفين خلاص، وين شفت من الزيت وكل شيء، واحطه في علبه واحطه بالثلاجه ويقعد معاي شهور شهور طويله. طيب الحين راح احط بقدونس وصنوبر وبالعافيه. ودي يعني كذا حصه تتذوق، بس بروح اسوي جلسه التصوير وارجع اسوي حصه تتذوق. بس والله صار جاهز، وعلينا وعليكم بألف عافية. خلينا نسوي جلسة تصوير وأرجع في حصة التذوق.